العوافي ومساء الخير لكل الشباب والصبايا وين ما كنتوا عم تتابعونا. اليوم رح نطلع عليكم بحلقة مثيرة جدا، خاصة انه الصحافي غسان سعود هو من الصحفيين القليل يلي بيستعملوا الاستقصاء بمهنتهم ويلي بيجيبوا الخبر من مصدره الصحيح منعا لأي تأويل، خاصة فيما يتعلق بالظرف اللي صار من 3 أيام 4 أيام واللي هو مقتل منسق القوات اللبنانية باسكال سليمان بمنطقة يلي اختطف بمنطقة جبال وتلاقت جثته بسوريا. هالأمر يلي أدى إلى تفاعلات خطيرة جدا على المستوى الداخلي وعلى مستوى الفتنة، حتى أنه اليوم وصلت بإيدي كوهين الصحافي الإسرائيلي الصهيوني يلي علق وعمل تويت وعلى طول أصلا لما يكون في مواقف نافرة لحزب القوات اللبنانية بالداخل اللبناني منلاقي بعض الإعلاميين ومنلاقي أدرعي الناطق الإعلامي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتلاقيه بيعلق مثل كأنه يعني ببين كأنه عم بدندل حزب القوات اللبنانية يلي ما عم يتعلم رئيسهم من كل هذه الأساليب يلي بيستعملها العدو الإسرائيلي ويلي رفع الغطاء عنه سنة 94 مثل ما رفعوا السوريين الغطاء عنه لأنه استنفذوه ب 13 تشرين سنة 1990. واليوم كمان عم نشهد بما أنه بعد في يومين لذكرى الحرب المشؤومة يلي بلشت ب 13 نيسان سنة 1975 عم نشوف تقريبا نفس الأجواء التحريضية، خاصة أنه هذه الأحزاب أو الأحزاب اللي هي تعتبر أم حزب القوات اللبنانية كيف كانوا عم يعملوا هن والفلسطينية وكيف كانوا عم بيحضروا لهذه الفتنة الداخلية منذ فترة ال 73. على كل حال ما بدنا نرجع للماضي، خلينا عايشين بالحاضر، بس الحاضر بيشبه الماضي بطريقة كتير غريبة وطريقة هيك يعني بتخلي الواحد يحس هل في ترابط بين الأحداث وهل في ترابط بعقول من ينفذون هذه المؤامرة على لبنان كل مرة بيكون العدو الإسرائيلي متضايق فيها، وهالاتهامات الخطيرة يلي بيطلقها هذا الحزب والتصرفات اللي عم تنعمل خاصة ردود الفعل. اليوم شفنا إحراق مكتب للحزب القومي ببيسور، أعلنت القوات اللبنانية أنه ما لها علاقة فيه واستنكرت هذا الموضوع علما أنه كل هذه التحريضات عم بتتم من قبل قياديين وجمهور، وهيدا الشيء نحن فيه بالمرصاد خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، لأنه الحرب تربح مسبقا، هلا بالعصرنا الحالي بعصر التكنولوجيا وعصر الاتصالات تربح بالإعلام وليس بالمدفع. أكثر من هيك عم نقول بهذه المقدمة، كلنا منتذكر من وقت ما بلشت مواقف الرئيس ميشيل عون ورئيس تيار الوطن الحر جبران باسيل اعتبارا من سنة 2011 كانت شايفة الأمور مسبقا، وهون يعني عويل النساء وصرير الأسنان والبكاء لأنه كتار من الأحزاب والجهات الداخلية السياسية لم تقم بمؤازرة الرئيس ميشيل عون بعد وصوله إلى قصر بعبدة، ولو وقفت معه في محاربة الفساد ما كنا وصلنا لهذا الكم وما كان بقي هيك قياديين عم بيحاولوا يفتنوا بالبلد لحتى ينفذوا إرادات الخارج. كلنا منتذكر قديش حذروا من موضوع اللجوء السوري، كلنا منتذكر التفلت الأمني نتيجة هذا الوجود وخاصة نتيجة الترابط بين هذا الوجود النازحين وقوات داعش والنصرة الإرهابية يلي كانوا عم يتلاقوا بالسياسة معها، خاصة لما بلشوا يطلعوا فود نوابهم ومسؤولين وقياديين إلى عرسال لإنكار وجود داعش والنصرة في هذه البلدة القريبة على قلب لبنان ويلي هي على حدود مع سوريا. وكلنا شفنا نتيجة هذه المواقف كيف تصاعدت الأمور، خصوصا أنه كان كمان عم يتستر على أحمد الأسير الموقوف هلأ يلي كمان أدى إلى استشهاد الجيش اللبناني، والمواقف السياسية التي أطلقت في عرسال والمهرجانات اللي كانوا عم يعملوها والمسرحيات من أجل نصرة داعش والنصرة الإرهابيين لحتى يقدروا يسيطروا إن كان بالواقع الداخلي في سوريا ولا بالواقع المحلي في لبنان من أجل نصرتهم هني على المستوى السياسي، علما أنه هذا كان مشروع كبير في الشرق الأوسط لما قررت كوندوليزا رايس خلق الشرق الأوسط الجديد وبناء خارطة جديدة
تعاكس خارطة اتفاقية سايكس-بيكو من أجل نصرة العدو الإسرائيلي لا أكثر ولا أقل، ومن أجل إحكام السيطرة على مكامن الاقتصاد والمال في هذه الدول، خاصة أنه الكل كانوا عارفين من وقتها أنه هناك هذه الدول تعوم على بحيرات ولا بالبحور من النفط والغاز، وهذه ثروات هائلة، وكلنا شفنا شو صار من بعدها من تفجير بيروت، من ثورة الزعران بلبنان، من أجل ضرب هذه حرب ورح نوصل لها. لكنه لو هذه المواقف كانت مش بالطريقة يلي ظهرت فيها بتلك الأثناء، لكننا بغنى عن كل هذه المشاكل يلي عم بتصير، خاصة أنه ب 17-20-2019 أنا بعتبرها مش ثورة زعران، حتى بعتبرها بداية الحرب الثانية الأهلية في لبنان من أجل ضرب لبنان وضرب مقوماته وضرب أي فكرة من أجل مكافحة الفساد، لأن مكافحة الفساد في الداخل اللبناني تؤدي حكما إلى انكسار إسرائيل، فمكافحة الفساد بتؤدي إلى انكسار إسرائيل وعدم مكافحته وعدم التماشي مع الرئيس عون ومدرسته في مكافحة الفساد أدى إلى ما يؤدي إليه، نظرا لأنه مكافحة الفساد أيضا تكون بالمواقف السياسية التي تتعلق بسيادية قرار الدولة، خاصة فيما يتعلق بموضوع النازحين السوريين في لبنان يلي كان ضمن البعد النظر وضمن استراتيجية يلي كان عم يفكر فيها فخامة الجبل رئيس الجمهورية بعدم إدخالهم بهذه الطريقة إلى لبنان وبهذه الأعداد الهائلة، لأنه كان يعرف شو مساوئها وشو نتائجها وشو مفاعيلها لهذه القصة، بينما رأينا سمير جعجع وسامي جميل ووليد جنبلاط وسعد الحريري ونجيب مئاتي وأشرف ريفي كانوا بتكتل كامل من أجل اتهام الرئيس عون والوزير باسيل بالعنصرية، وهيدا اتهام جرمي لو في قضاء بلبنان ما كان بيسكتلون عليها، وبالتالي هن يتحملون سياسيا كل فتنة عم بتصير وعم بتطل براسة على الواقع اللبناني، بغض النظر عن إذا بدنا نقول هالهمروجة الطائفية والمذهبية بلبنان يلي هي مصطنعة، لأنه فئات الشعب اللبناني ما عندهم إياها هيدي ومنا بعقولهم ومنا بنفوسهم، إلا بعض المغردين من كل طائفة من كل دين ومن كل مذهب، منا محصورة بدين واحد أو طائفة واحدة أو مذهب واحد، ولكن هودي هن، لأنه إذا مثل الشعب اللبناني بيقول صحارة تفاح فيها تفاح ولا أجمل من هيك، ولكن فيها تفاحة مهرية تقدر هذه التفاحة المهرية تهري كل التفاحات بالصندوقة، وهيك عم بيصير بالواقع اللبناني. فإذا ب 17-20-2019 صار في حرب أهلية بلبنان اللي هي ضد مكافحة الفساد، واللي هي من أجل تثبيت المؤامرات عبر النزوح السوري وعبر ما جرى من بعد هذا الموضوع، خاصة بوقف عملية مكافحة الفساد وأيضا بتفجير مرفق بيروت خدمة للعدو الإسرائيلي. فإذا نتيجة واحدة، مهما تعددت الأسباب فالموت واحد، ومهما تعددت الأسباب الفتن وإبقاء هذه المنظومة، النتيجة واحدة هي إبقاء هذه المنظومة من أجل إراحة العدو الإسرائيلي. والذي يحدث اليوم شو هالمفارقة هيدي وشو هالمقاربة، ومش بعيدة يعني يكون عم ينفذوا الإرادات الخارجية، لأنه بالحرب من 75 لسنة 90 مين كان عم يتسلح من العدو الإسرائيلي؟ مين كان عم يلبس ثياب العدو الإسرائيلي؟ مين كان أجهزته العسكرية من العدو الإسرائيلي؟ لما انقلبوا على السوريين سنة 78 وبعدنا عم نعاني نتيجة هذه المواقف. بالمقارنة كمان هناك أحزاب كبيرة بلبنان كانت عميلة بطريقة مباشرة وغير مباشرة للعدو الإسرائيلي. فإذا دورنا اليوم أنه نقض مضاجع هذه الفتنة ويلي عم تاخد وجوه كتيرة وعم تلبس ثياب متعددة من أجل إبعاد الشبهة عن المركز الرئيسي والمطبخ الرئيسي اللي بيصدر هذه الفتنة بالداخل اللبناني. فإذا اليوم رح نستضيف خينا الصحافي الاستقصائي غسان سعود، رح يتأخر بس للعشرة لأنه علقان بعجقة سير، معلش ما تخزونا، نتمنى كمان تصيروا أكتر وأكتر لحتى نتابع، خاصة أنه الأستاذ غسان الصحافي الاستقصائي واللي بيقول كلمة الحق، يعني منه مستعمل مهنته
بس من اجل النفع المادي مثل بقيه الاعلام الماجور والصحفيين الماجورين من دون ما نفوت بتسميات، ولكنه هو بيستعمل الاستقصاء من اجل استقصاء الحقيقه، لانه الصحافه هي مرآة الحقيقة وليس مرآة الكذبة والإشاعة، لأنه الإشاعة والكذبة بيعملها الإعلام المأجور والصحافة المأجورة. فإذا أي نعم كان بزحلة ونازل فعلق بعجقة سير، معلش ما تلفزونا بس بده يتأخر شوي. وهون بدي ألقي هيدي الكلمة عن لسان خينا نافذ فينيانوس اللي بنوجه له تحية، بيقول حصرتوا وعملتوا كل الزعرانات لحتى تسقطوه. وقف بالأمم المتحدة ورفض توطين اللاجئين والنازحين، وقال بوجه رئيس أمريكا نحنا يلي منقرر، وفلتوا كلابن عليه، قطعتوا الطرقات، بهدلتوا الناس، غطيتوا تحويل الأموال المنهوبة، وغطيتوا سرقة المصارف، ضمنتوا وتكافلتوا وتكاملتوا ضده، ونسيتوا الدم اللي بيناتكم انتو يا قرطة 13 تشرين. وضل واقف صامد، من هزلوا جفن ولا سكر كابو، هزمكن وكشفكن. اليوم رغم الألم عم يضحك عليكم ويستهزئ فيكم ويقلكن خلقتوا عملاء وبعدكن. العميل بيخلق كبير وبيصغر، والوطني بيخلق صغير وبيكبر، والوطني بيخلق صغير وبيكبر، وانتو لبنان الراحل. وإذا حطيت النيل فوق راسك بيوطيك، وإذا حطيته تحت جريك بيعليك. جنرال انت عالي وعن جوا من الدنيا عليتنا. يعني هذا الكلام هو بيختصر كل هذه المعركة يلي صارت اعتبارا من 17/2019، واعتبارا من اليوم والساعة والدقيقة والسنة يلي صرح فيها من على منبر الرابية فخامة الجبل، وقال مشكلة النزوح السوري هيدي انبل موقوتة رح تتفجر على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، وعلى المستوى العسكري، وعلى المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الاقتصادي. وهيدا يلي وصلنا عليه، وكلكم بتتذكروا من سمير جعجع لميش دياء للحصباني لأنطوان زهرة لكل هؤلاء عن جد الأغبياء بالسياسة والجاهلين لكل شيء يتعلق بالوطنية اللبنانية. وكمان أشرف ريفي نجيب مئات اتهم بلسانه سنة 2013 الرئيس عون والوزير بسيل بأنهم عنصريين. ليش؟ لأنه هو بيحكي نجيب مئات من منطلق طائفي، خاصة أنه أغلبية النازحين السوريين هن من الطائفة السنية الكريمة، ولكن هو من منطلق طائفي مش من منطلق طائفته، من منطلق طائفي بغيض. لأنه إذا منتذكر باخرة القفلة واحد وباخرة القفلة اثنين وباخرة الموت يلي فجرت من خلال حمولتها مرفق بيروت خدمة للعدو الإسرائيلي، ولكن قبل خدمته للعدو الإسرائيلي كانوا عم يخدموه بتصدير هذه النيترات الأمونيوم للداخل السوري لإعطائها لداعش والنصرة، مثل باخرة القفلة واحد يلي تفرغت بالشمال وشحنت إلى سوريا من أجل دعم داعش والنصرة. كمان لطفلة اثنين يلي العناية الإلهية أدت إلى الجيش اللبناني باعتقال أفراد طاقم هذه السفينة وأفراغ حمولتها ومصادرتها، يلي كانت عم تتوجه لسوريا من أجل نصر داعش والنصرة عبر ذات الفريق يلي كان عم يتهم الرئيس عون بالعنصري والوزير بسيل بالعنصري. على كل حال وصلنا لهذه المواصيل، كانت خدمة لداعش والنصرة أي خدمة لإسرائيل، وتفجير المرفأ كان خدمة لإسرائيل من أجل تركيز الخط الاقتصادي يلي بمر من الهند على الكيان المحتل من أجل تصدير الغاز والنفط وكل البضاعة اللي بتجي من شرق آسيا إلى أوروبا عبر الكيان الإسرائيلي وعبر مرفأ حيفا. وهلأ بلشت تتوضح هيدي الأمور، مع أنه هناك ترابط ايضا بين عدة مرافق ومرافق اقتصادية ببعض دول الخليج هي ايضا مستثمرة ومنتفعة من ضرب مرفق بيروت، لكي لا تعود بيروت الى سابق عهدها لما كانت قبل ما يجي هذا هذا الرتش من المنظومة السياسية على الوطن اللبناني وياخذوا السلطة، مع انه كان لازم يتحاكموا كلهم سوا. ف
ان كان بطريقه مباشره او غير مباشره كانوا عم بياسسوا الى مساعده العدو الاسرائيلي ونصرته علينا نحن اللبنانيين من شعب وجيش ووطن ومقاومه كل حسب طريقته. فاذا بانتظار خينا غسان سعود لحتى يطلع معنا، كمان بدي سمعكم هيدي لشنكر. شنكر صحيح بطل بالاداره الامريكيه، ولكن هو من ضمن اللابي اللي اسسوه واللي عملوا جمعيات الان جي اوز بلبنان من اجل بخ الاموال اللي هي سموم من اجل الوصول الى هذه الفتنه يلي عم نعيشها. اسمعوا شو بيحكي هذا المعتوه الاخر شنكر. I must say in the statement today that said that, you know, that Pascal was killed by kidnapped Syrian kidnappers and the LAF backing that up. It really is not a good look for the LAF. But the fact that over the years and documented by UNIFIL that the LAF has actually obstructed UNIFIL from going to certain sites, actively colluded, coordinated with Hezbollah to prevent UNIFIL from doing its job, you know, that doesn't really bode well for the implementation of 1701. تفضلوا. هذا المعتوه الاخر عم بيحط المسؤوليه على الجيش اللبناني. قال شو؟ قال الجيش اللبناني باكن اب القصه تبعت مقتل باسكال، وعم بيعتبر انه الجيش اللبناني كمان عم بينحاز بهيدي المواضيع. يعني ليكو الفتنه كيف بتطل برؤوسها. وايدي كوهين من كم ساعه بيطلع بيحط انه تذكروا هذا التاريخ 12/4/2024 بداية الحرب الأهلية الثانية في لبنان. عم بيحكي عن التحرك اللي بده يصير بكرة بدفن المغدور المرحوم باسكال سليمان. للأسف يعني شوفوا التشابك الأمور، وأيضا عم نشوف شو عم بيصير بغزة وانحشار العدو الإسرائيلي بموضوع هذه الحرب يلي ما إلها أفق ويلي ما وصل لأي نتيجة فعلية لمصلحته، وبالتالي وين إلهم غير ساحة يلي هي الساحة اللبنانية. مشان هيك منلاقي الأمور عم تتفاقم والفتنة عم تطل براسها بغض النظر عن مسبب أو عدم تسبيب، لأنه هذه يعني منا بريئة قصة مقتل واغتيال المنسق القوات، وبالتالي من هو المستفيد من هذا الموضوع ومن يحرض على الفتنة؟ وهون نتمنى مجددا انه كل الناس توقف في وجه هذه الفتنة وتنطر قرارات البلديات فقط من رؤساء البلديات اللي بتطلع فيما يتعلق بالناسحين السوريين، طالما الدولة كان المفروض عليها عن جد يعني بعرف ومكتر. المشكلة انه بعرف ومكتر، خاصة انه المسؤولين بهذه المنظومة السياسية يتناشون عن غير براءة، عن سابق تصور وتصميم فيما يتعلق بموضوع القبول بقرارات او بالمواقف السياسية اللي بتصدر عن الاتحاد الاوروبي وبعض دول اوروبا وبعض الادارة الامريكية فيما يتعلق بملف النزوح السوري، خدمة لحساباتهم بالمصارف برا. هون بدي اذكر بس كمان لحتى يكون وصل الاستاذ غسان، بدي اذكر برهانات جعجع يلي دفع ثمنها المسيحيين، ومن خلال تدفيع الثمن للمسيحيين دفع المسلمين ودفع كل اللبنانيين ثمنها، ومشان هيك بعدنا عم نعاني منها. رهانات جعجع سنه 85 عندما بدا بتنفيذ المخطط الاسرائيلي بتهجير الجبل وشرق صيدا واقليم الخروب من المسيحيين، خدمة لمخطط العدو الإسرائيلي يلي كان قراره بجذب المسيحيين من شرق صيدا وأقليم الخروب إلى الشريط المحتل لحتى يحطهم كياس رمل، لأنه العدو الإسرائيلي برجع بقلكن وبأكد لكم أكبر عدو بعقلية العدو الإسرائيلي هن المسيحيين، لأنه المسيحيين بالنسبة له أعدائه بالعقيدة، لأنهم يؤمنون بمجيء المسيح بينما الإسرائيليين لا يؤمنون بأن المسيح أتى. فعقائديا أكبر عدو له بفكره هو المسيحي، وخاصة
المسيح المشرقي وأكثر تخصيصا المسيح اللبناني المشرقي، لأنه هو فاعل على المستوى السياسي بمجتمعه وفاعل على المستوى الثقافي والمستوى النهضوي والمستوى الإعلامي والمستوى الحريات بمنطقة هذا المشرق والشرق الأوسط والدول العربية حتى، لأنه العنصر المسيحي بين هلالين مش عم بحكي بلغة طائفية، هو يلي أسس أكبر جرايد بمصر، هو يلي أسس لأكبر الاقتصادات بالسعودية بالإمارات بالكويت بالعراق بالأردن وين ما كان على مساحة المشرق العربي وبسوريا أيضا. فبالتالي كان عم بينفذ بطريقة مباشرة على المستوى العسكري، لأنه واضحة جدا هيدي رهاناته بال85 بال86 عند ضرب الاتفاق الثلاثي مثل ما قلت امبارح، بال89 عند ضرب اتفاق الطائف لنزع صلاحيات رئيس الجمهورية، هو المسؤول عنها هو والبطرق سفير. وهيدا حسب مش بس رأيي، حسب الواقع الذي حصل آنذاك. وأيضا بال2005 هو المسؤول بالتحالف الرباعي يلي سموه رباعي وما عبروه، لازم يكون اسمه التحالف الخماسي لأنه كان في أربع أطراف بالإضافة لحزب القوات اللبنانية، ولكن بالرغم من هيدا الشيء لأنه مش قاريينه ولأنه هو مش ناطر لحتى ينقرأ أو ما ينقرأ، هو ناطر الفتنة وظهروا من الحبس على هيدا الأساس، وهون كان خطأ استراتيجي. وأيضا يجب أن يحاسب من قام بإخراجه من السجن بهذه الطريقة المزلة للشعب اللبناني، لعناصر وضباط ورتباء الجيش اللبناني يلي جزرت فيهم القوات اللبنانية سنة 89 وسنة 90 ومن سنة 84 وطلوع. أكثر من هيك كمان سنة 2011 لما رفض بلش يتهم الرئيس عون بالعنصرية وصار يستعمل الوساطة السياسية لدول خارجية من أجل عدم استقبال النازحين لحتى يستقبلون، هو كان عم يشتغل لاستقبالهم. وأيضا بسنة 2013 عندما أسقط الاتفاق القانون مشروع القانون الأرثوذكسي تلبية لمآرب المستقبل ونجيب مئاتي وأشرف ريفي ووليد جنبلاط وأكثر ونبيه بري بالتحديد كمان، لأنه هو كان معارض مشروع الاتفاق الثلاثي مشروع القانون الأرثوذكسي، وخاصة أنه بعدها بالذاكرة وبعدها بالأرشيف شوفوته على جوجل بتعرفوا كل هيدي الأشياء، لما طلع سمير جعجع وقال إذا حليف تيار وطن حر المقاومة تقبل بمشروع القانون الأرثوذكسي نحن أول ناس بنمشي. تاني نهار كان الأمين العام للمقاومة قال أعلن وبالملأ انه هو مع مشروع القانون الارثوذكسي وراح يصوت عليه بمجلس النواب، ولكن عندما تفاجأ بهذا الموضوع لانه هو كان فكره عم يتزاكى ليدير على غيره قام تحالف هو حركة امل والمستقبل والاشتراكي والمرضى وتم اسقاط مشروع القانون الارثوذكسي قبل ما يصار التصويت عليه. من رهاناته كمان الفاشلة سنة 2019 لما انقلب على اتفاق معراب وانقلب على الرئيس عون، وبالتالي اجت القرار اجي القرار من الخارج من اجل البدء بالحرب الاهليه الثانيه يلي هي فعليا صارت ب 17/20/2019، لانه الحرب يلي صارت من 13/75 لغايه 90 لم تؤدي ثمارها بانهيار الاقتصاد اللبناني والماليه اللبنانيه، ولكن 17/20/2019 أدت إلى الانهيار التام والشامل للاقتصاد وللمالية العامة اللبنانية، وبالتالي شفنا الفقر والعوز عند اللبنانيين وشو صار فينا وكيف سرقت أموال المدعين أو ما سرقت تم إخفائها. وهلأ شفنا من شوي بينزل حدا منزل للسفيرة الأمريكية لما قالت ببيان بأحد الصالونات، يعني وقت كانت بتزور الصالونات اللبنانية وقت كانت عنا، قالت انه هناك 17 مليار دولار قيمتها ما مجموعه موجودين بالسفارة الامريكية يلي هني اموال، هيدا مش على ذمتي على ذمة الراوي ما بتبنيه هذا الكلام، ولكن غير مستبعد لانه المصاري ال 150 مليار دولار الكتلة النقدية الضخمة اللي كانت موجودة قبل بنهار من 17/20/2019 اختفت كليا من السوق اللبنانية وين راحت. ف
يقال بهذا المنشور انه السفيره الامريكيه بوقتها شيا قالت انه هناك 17 مليار للولايات اللبنانيه والبطريركيه موجودين بالسفاره الامريكيه وهناك طرق من اجل اخراجها وايداعها بمكان امن بالولايات المتحده الامريكيه. من هون بتعرفوا وين راحت، وين اخفيت هذه الاموال. وهون بالعوده لموضوع مقتل منسق القوات باسكال سليمان من 3-4 ايام، هناك عدة نظريات بتحكي انه بما انه هو موظف مسؤول الاي تي باحد المصارف اللبنانية، ومن قبل جوزيف داغر انقتل سنة 2020 مش معروف كيف وشو هي الاسباب، وكان هو مسؤول باحد المصارف. كمان هذه نظريات تقوم يعني يتم تداولها. واكثر من هيك، مقتل، انا بقول مقتل ميشيل مكتف وليس وفاته الطبيعية، لأنه كمان له علاقة بملف التحويلات يلي وصلت لحدود ال 8 مليارات دولار، كمان اختفت بطريقة غامضة وكله بينسأل عليها. وبالتالي عندما نكشف رأس المؤامرة بهروا كله سوا، وخاصة عندما ينكشف الغطاء السياسي الدولي من قبل هؤلاء لهؤلاء، ساعتها كله بيروح على المحاكمة وما بدها شيء. منذكركم يا جماعة القوات ويا سمير جعجع، منذكرك بال94 عندما انكشف الغطاء الامريكي الاسرائيلي السوري السعودي عنك شو صار فيك؟ فت على الحبس وبس ينكشف الغطاء عنك، لانه اكيد على المستوى المحلي من دون كشف غطاء الخارجي عنك ما حدا رح يتجرأ يفوتك على الحبس. وبالتالي بس يدقولن بالسماعة بالوشواشة على ايام السوريين، هلا اذا دقولن بالوشواشة وشواشة بس غربية الصنع، بتلاقي انك انت دغري بتعقد جلسه مجلس الحكومه، هلا مجلس وزراء، حتى لو كان تصريف اعمال، بتقرر احالتك الى المجلس العدلي بجرائم كذا وكذا وكذا، وحتى لو ما كانت موجوده بدهم يخترعوها عليك، لانه يلي بيتعامل لتنفيذ قرارات الخارج مصيره السجن او طريقه ثانيه. بالتالي بشحطه قلم بالوشويشه بيحكوا مع حيالله مسؤول بهذه المنظومة السياسية وبيحاولوك على المحاكمة وبيقولوا يسحبوا الترخيص من حزب القوات اللبنانية تبعك. فإذا ما تعلمت ما بعرف شو بدك بعد الدروس أكثر من هيك لحتى تتعلم. خلينا نشوف خلينا غسان وين صار. تأكد الله يزيدكم. خلينا نعمل له انفيتيشن. يلا دي او بيكون معنا استاذ غسان. كمان في شغله حابب اقرا لكم اياها. خلينا نسمع شوي لكمان خينا غسان. بلش بتضوي على اربع كذبات حتى العقل اللي عم يسمع طلع قالوا لك قوات لبنانيه وانصارها طلعوا قالوا لك احدى عائلات جبيل الشيعيه اتهموا افراد من عائله جبيليه شيعيه بالخطف فور حصول هذا الحادث. طلعت هيدي كذب، ما طلع في اي عائله جبيليه لا من قريب ولا من بعيد خاصه بالموضوع. واحد. اثنين، قالوا لك يا رأي العام تركوا السياره واخذوا المخطوف، انه جايين يسرقوا السياره، قالوا لكم الجيش سرقوا السياره، الجيش كذاب، تركوا السياره واخذوا المخطوف، طلعت كذبه، اخذوا السياره و
سائق السياره اخذ يعني اخذوا الاثنين ما تركوا السياره. هيدي ثاني كذبه. ثالث كذبه قالوا لك انه المهرب اللي لقالهم بين سوريا ولبنان هو من بيت جعفر، كبوا اسم امبارح ويعني اهانوا عائله طويله عريضه وعرضوها، قالوا لك انه من بيت جعفر، طلع المهرب ليس من آل جعفر وليس من الطائفه الشيعيه ايضا. اربعه قالوا في تفاوض على فديه، يعني قالوا لزوجة المقتول المغلول انه في فدية وعم نفاوض، كمان طلع كذب. خمسة قالوا لك انه هذه الشيعة ورايا، طلع ورايا نازحين سوريين. وبالتالي في خمس كذبات، اذا انت راسك بيفرز وقائع في حدا كذب عليك خمس كذبات. طيب هون انت بدك تقرر، انا هذا اللي كذب علي خمسه بضلني مصدقه ولا هيدا كذاب؟ هيدا واحد. اثنين بالمعطيات العمليه، وهذا انا كل المعطى اللي بدي اقول لك اياه، انا عندي معلومه من مديريه المخابرات وعندي معلومه من فرع المعلومات التابع لقوى الامن الداخلي، وهذين الجهازين مشهود لهم من السفاره الامريكيه، والاثنين السفاره الامريكيه بتحبهم وبتحترمهم. طيب المعلومه اللي عندي اياها بس من مديريه المخابرات، ماني مقاطعه مع فرع المعلومات، ما رح اقول لك اياها، رح اقول لك المعلومه اللي عندي اياها من الاثنين، من مديريه المخابرات ومن فرع المعلومات، يعني اثنيناتهم بياكدوا عليها. هذين الجهازين اللي بالسياسه انتم مصنفينهم قرب السفاره الامريكيه. طيب هول الاثنين شو بيقولوا؟ بيقولوا اول شيء انت يا انطوان دحدح قد كلامك. لا عفوا، بس مين هو هيدا اللي عم بيحكي عن الجنازه؟ يعني في مستوى هودي هيهم هيهم اللي بيعملوا فتنه زعران القوات، عم بيحكوا بالقتل وبالجنازه. تعوا قتلوني وجنازه علي، ما تعتلوا هم. هذه السيارة طلع فيها أربع أشخاص، السيارة اللي طلعت لتسرق هي سيارة مسروقة، سيارة سرقت بأربع نساء. طيب اللي طلعوا فيها السارقين، كانوا أربع سارقين، تعرضوا أول شيء للسيارة، قدرت هذه السيارة تهرب منهم. رجعوا توقفوا على جانب الطريق لإيقاف سيارة ثانية، السيارة الثانية ما توقفت، لكن جهاز المخابرات بالجيش وفرع المعلومات بيقولوا السيارة التي خطفت المسؤول القواتي حاولت قبلها تخطف سيارتين، حاولت قبلها تسرق سيارتين وفشلت. وصلت على الثالث، مع الثالث مارست مزيد، هو وقف، هوليك السيارتين ما وقف، الفرق انه هو وقف، لما هو وقف نزلوا عليه بعنف. هذا العنف كان لانه هن فشلوا باول اثنين. هن هذه العصابة بالعادة بتسرق سيارتين سيارتين، يعني بتهرب على سوريا سيارتين مش سيارة واحدة، وبالتالي في أربع عناصر، مشان أول عنصرين بياخذوا سيارة، بفضل معهم عنصر بياخذ سيارتين. إجوا ضربوه وحطوه بصندوق السيارة. واللي هو هون الصوت اللي انسمع عن صوته عم بيقول هون بدي أقول لك، اللي جاي تيقتل إذا هذا المسؤول القواتي مستهدف لأنه مسؤول قواتي بنقتله، بنكبه على الطريق وبنهرب. اي معطى امني، اي حدا بحل الجريمه، اذا واحد جاي يقتل حدا بيقتل هذا الحدا وبيهرب، ما بيحطوا معه بالصندوق وبيسوق فيه ساعه وثلث على القاع، اذا انا بدي اقتله بقتله. ايه ما تاخذنا خيي انطوان، بس لانه اشتبهت علي الاسماء. ما بناخده معنا وبنروح بسيارته. طيب لكن اثنين يلي عم يتمنى الموت لالي ولخينا غسان سعود، الله بيتدبر فيه، مش مشكله. راحوا بسيارة المقتول، واثنين راحوا بالسيارة الثانية، راحوا السيارتين ما تركوا السيارة فوق تركوها للزلمة. السيارة الثانية صفت بالألمون، السيارة البيضاء يعني السيارة المسروقة الأولى صفت بالألمون ونزل واحد منها، واحد منهم بقي هونيك والثلاثة ضلوا بالسيارة الثانية. هلا القوى الأمنية جابت الهاتف، عرفت أول سيارة وين، بس عرفت أول سيارة وين وصلت له للزلمة، قدر هو يعترف بالثانية. هون هذه الطريق التي سلكتها السيارة، نحن رحنا من جرد جبيل الى جرد الضنية وعكار بخلال ساعة وثلث، مطلق حدا بيعرف على الجوجل ماب، مطلق حدا قاعد ببيته فيه يعرف هذه الطريق بدها ساعتين. تيقدر واحد يوصل بساعة وثلث من جرد جبيل لجرد الضنية بساعة وثلث، يعني هو عنده خبرة بهذه الطريق، يعني هو بيعرف الطريق نزلها وطلعها 100 مرة. بس وصلوا وهون قطعوا على حاجز للجيش رسمي، وهذا الحاجز للجيش الرسمي كان عنده مواصفات السياره تبعت المقتول اللي مرقوا فيها هن، يعني هن مرقوا بهذه السياره امام حاجز للجيش. هون في سؤال، كيف العنصر اللي اجته برئيه انه في سياره انتبه ما انتبه لهذه السياره؟ هون لازم نسال هذا العنصر بالجيش والمسؤول عن هذه النقطه بحاجز دير عمار كيف مرقت. رجع الجيش لما عرف على الكاميرات انه السياره قطعت من دير عمار
لحق السيارة حط حاجز طيار على مفرق بلدة ببنين تيوقف السيارة. أيضا السيارة ما قدروا يوقفوا وزوروا الشباب من غير طريق. عم نحكي عن ناس بيعرفوا المنطقة كتير منيح، عارفين الطرقات كتير منيح. وصلوا إلى مروحين. مروحين هي نقطة تفصل عكار عن الضنية عن منطقة الهرمل. هي سهل، هذا السهل يفصلوا لهول الكيت. في نقطة لجيش كتير كبير، هذه النقطة لجيش كتير كبير استنفرت لأنه عرفت أنه هني جايين، وكما الأمنية صارت عارفة أنه هيدي سرقة سيارة. هذا الخط التي تسلكه سرقة السيارات، معروف هذا الخط. طيب هون هني تعاونوا مع أحد المهربين اللي قطعوا من المعبر غير شرعي. هذا المهرب اللي تعاونوا معه أيضا هو ليس من الطائفة الشيعية، هو من الطائفة السنية، لديه أسبقية وخبرة بالعمل بالتهريب. كان يهرب مازوت وكان يهرب دخان وكان يهرب، هلأ بيهرب سيارات. راح الجيش بسرعة احتجز والده الكفيف، واحتجز اثنين من أبنائه، واحتجز اثنين من إخوته، وقال له يا بدك تجيبهم لهول هلأ فوتهم، يا حنوقف لك كل عائلتك. هون هو تعاون مع الجيش وسلم اللي لازم يسلم، وسلم السيارة وسلم الجتة، ورجع الجانب السوري، تدخل من الجهة السورية لإيقاف السوريين وتسليمهم للجيش اللبناني. هذا مطلق الرواية. مطلق الرواية لو أنا بدي الداتا، لأنه كمان طلع اليوم أنه في داتا معلومات مصرفية، يمكن هذا الموظف بالبنك المخدور كان يعمل في مصرف، يمكن عنده داتا مصرفية، ما بقتله منيح، وبجرب إذا أنا ضربته على راسه بجرب اهتم فيه تحافظ عليه، وما بيخد له سيارته، بياخده هو لأنه سيارته فيهم يلقطوه، بس إذا خدته هو ما بيعود في حدا يلقطني. صحيح. يعني بزوري بروح على غير طريق وبخسر مصدر معلومات. نعم، كل القوى الأمنية يعني فرع المعلومات ومخابرات الجيش يجزمان أنه هذه سرقة 100%. هلأ وين مصاب القوات اللبنانية الكبير؟ أنه في الشارع المسيحي في ثلاث مكونات، في التركي وفي الجيش اللبناني وفي الأحزاب الأمن مسيحية، يعني تيار وقوات وغيره وغيره وغيره. جو الأحزاب معبأ ولا يحتاج إلى تعبئة، يعني هو بدون جريمة أصلا معبأ. طيب الجيش قال كلمة حادة قوية، أفشل كل هذا المخطط التعبوي لما مديرية المخابرات قدرت تحط إيد على هذا الملف بسرعة هائلة وتقول لا علاقة للطائفة الشيعية، لا علاقة لا علاقة لا علاقة. قصة بلا قطع حديثه، يعني هلا من شوي عم يبلشوا بمواقع التواصل الاجتماعي يتهموا الجيش بانه داعم حزب ارهابي والقائد الجيش بالتحديد، وعم بيعملوا فتنه على الجيش على امل ان يعني على امل انه تنضرب اليد من حديد، خاصه من قبل قياده الجيش، كل من يريد ان يعيث فسادا وفتنه بلبنان. يعني هيدي منا بريئه، هيدي الحمله عم تنعمل على الجيش اللبناني هلا. على كل حال بتابع بيقول غسان سعود، تحاول القوات اللبنانية التسويق أن السارقين أخذوا الجثة وتركوا السيارة، هذا كذب ونفاق. جميع الأجهزة الأمنية تؤكد أنهم تركوا سيارة الخطف في القلمون قرب طلابلس وأكملوا بسيارة سليمان إلى منطقة مرجحين الحدودية. بيرجع بيكمل لأنه التويتات اللي عملها كتير مهمة، وخاصة أنه عم تصدر من صحافي استقصائي بيجيب المعلومة من مطرح ما تنجاب. كمان بيعلق بيقول عن الميليشياوي ألبير، بيوصفه هيك خينا غسان، ميليشياوي ألبير كوستانيان بيشكك برواية الجيش اللبناني لا الرواية الرسمية. الميليشياوي ألبير كوستانيان يريد جر لبنان إلى حرب أهلية وتدمير موسم الصيف والسياحة والسواح ليضل يخبرنا عنهم وخايف عليهم. الميليشياوي ألبير كوستانيان يحرض على الجيش، الميليشياوي ألبير كوستانيان مع الدويلات ضد الدولة، الميليشياوي كوستانيان كشف ب 24 ساعة زيف 34 سنة من الكذب والنفاق. يعني الواحد ما بده يضوي على الموضوع لحتى يعرف قديش هذا الحزب بالتحديد، وهيدي التهديدات اللي عم تحكوها هلا وعم تكتبوها واللي بعتوا على الماسنجر واللي بيبعتوا، يعني بيصيروا باقزع التعابير وبيصيروا يهددوا، هيدا ما بينفع. هيدا بدل فقط على منظركم، وفي كم شاب اسمه واضح وراح يوصل للمخابرات الليله، لمخابرات الجيش اللبناني لحتى يقتصوا منكم، ان كان اللي عم تحكوه ضد الاستاذ غسان سعود ولا ان كان اللي عم تهددوني فيه. ما فرقاني معي لا منكم ولا من غيركم، واكيد الله معه لغسان، ما فرقاني معه لا منكم ولا من غيرهم، واللي واذا كان الله معنا فمن علينا. نرجع ندق
خينا غسان لأنه تأخر. لما يكون صار معه شيء لا سمح الله. عم يعطي كوني. يا اما ما في رزو. وهوني كمان تعقيبا ما القوات بعتوا حكمة من قبلهم وكشفوا على الجتة ولا نفس ولا طلع بيان. وبكره يلي عم يتهدد وهالتحركات اللي عم نشوفها على الطرقات كمان بكره ما تعتلهم الجيش اللبناني وقيادة الجيش وقيادة المخابرات وفرع المعلومات عم بيقوموا بجهد جبار من اجل منع اي محاوله او اي حدا يندس في هذه التحركات بكره لحتى يمنع اي فتنه. بدنا نقول للشباب الجيش ضباط ورتباء وعناصر الله يقويكم طالما يعني موضوع الحدود هلا لانه يلي مثل سمير جعجع وغيره ومثل الاحزاب البالي يلي ما بتقبل تسليح الجيش اللبناني هن حاشرينه للجيش بالداخل مع انه هيدي لازم تكون مهمه الاجهزه الامنيه بالامن الداخلي، ولكن للاسف شو بده يحكي الواحد؟ مانعين التسلح للجيش وبصيروا يتهموا انه بدهم يشلحوا السلاح الغير شرعي والسلاح المقاوم لحتى يكشفوا لبنان على الاخر. على كل حال نتمنى على قائد الجيش الا يهتم لهذه الامور ويضرب بيد من حديد ويفتح كل طريق عم تتسكر وما يكون التصرف مثل ما كان التصرف بوقت بدايه الحرب الاهليه الثانيه ب 17/20/2019 لانه تم السماح لهؤلاء الرعاع رعاع القوم انه يسكروا الطرقات ويعملوا كل هذه البهدلات لحتى يامنوا تسكير المصارف لحتى تتم سرقه هذه الاموال واخفاء كتله نقديه ضخمه بقيمه 150 مليار دولار. نتمنى على قياده الجيش ان تقوم بما يجب القيام به لردع هؤلاء الزعران مره واحده ونهائيه. اوكي استاذ غسان يلا عمول معروف عمول الانفايت لحتى نطلع لانه الشباب والصبايا ناطرين بكل المناطق. يلا وصل بخير وسلامه كتر خير الله ما صار معه شيء على الطريق. دقيقه وبيعمل لنا الانفيتيشن وبصير معنا استاذ غسان سعود، هيك بنفهم كمان الخلفيات وراء قصه الاغتيال واكيد الخلفيات منا سياسيه مش لانه بالقوات اللبنانيه قتل مش لانه بالقوات اللبنانيه قتل وخساره واضحه الخبريه وانا اؤيد البيان الرسمي اللي صدر عن قياده الجيش وعن مديريه المخابرات واذا في غير خبريه تفضلوا يتحفونا هن اسم الله ما عندهم اجهزه يعني جهاز الموساد جهاز الشينبات جهاز السي اي اي جهاز الاف بي اي ما كل الاجهزه ما هن مش حلفائهم يتفضلوا يجيبوا منهم التقارير اذا مزبوطين اذا غلط او كذابة قيادة الجيش لا سمح الله. ايه وين بدي اجي على الفيسبوك؟ على شو بدي اجي؟ ايه على الفيسبوك خيي غسان. على الببليك بيج رح ابعث لك اللينك تبع اللايف. لحظة صغيرة بس شباب صغيرة. يلا بعثت لك اللينك خي غسان. مثل العادة هول الشخصين وطلع من التليفون مش من اللابتوب. هول الشخصين الصغار فقس عليهم خلص بيمشي الحال. معلش ما تخزونا الغيب حشته معه يعني كان بزحله وعلق بعجقة السير.
لا عم نهين الكلاب يا اخي هيثم، بينهانوا الكلاب، الكلاب اوفى اوفى مخلوق. على كل حال استعراضات القوات اللبنانية ما لها عازة، يعني هني على طول بيصيروا بيهوبروا وبالآخر بيزموها بيزموها، ما تعتلوا هم يعني. اللقاء اللي عمله استاذ غسان على الميادين كان لقاء مهم جدا صحيح يعني، بس الله وملائكته حارسينه. استاذ غسان ما فت بعد، عملت الانفيتيشن. معلوم حرزاني يلي بيسمع كلام غسان سعود خلص ببطل يسمع اي كلام تاني فيما يتعلق بالاستقصائيات والمعلومات اللي بجيبها، ولا مرة بجيب معلومة غير صحيحة او مستقاة من مصدر، لانه بيعدد مصادره وبيعيد على الخبر يلي بيستقصيه، بيرجع بيأكد لحتى قبل ما ينشره او يحكي فيه لحتى يشوف اذا صحيح ولا مش صحيح، لانه استاذ غسان منه مثل بقيه كتار من الصحفيين، وما بدنا نفوت بالاسماء، يلي ما بتفرق معهم نقل مصداقية الخبر، ما بتفرق معهم لانه بيقبضوا حق الموقف، بينما خينا غسان بيستقصي المعلومة وما بيقبض حقه. وعلى فكرة خينا غسان بعيش من عرق جبينه وزارع أرضه بعكار لحتى يسترزق منه، ولو بده يتصرف مثل بقية بعض الصحفيين يلي بينشروا بالربع ليرة كان من زمان ريش خينا غسان، مع أنه أوقات في بعض المواقف هيك شوي بننتقده ما في مشكلة. الشخصين ارجع اظهر منه وفوت خي غسان. طيب إذا مش عم تقدر خليني آخذ منك اتصال، هيك بيكون أزبط، إحنا ما بقى نضيع وقت على الناس حرام. معلش شباب صبايا اذا اخذنا اتصال منه بيكون ازبط، لانه مش عم بيقدر يلاقي المطرح اللي بينعمل to send the invitation او guest request.
خليني نشوف عندي طريقة أنا لحطها. خليني اخذ اتصال اخي غسان. بونسوار استاذ غسان. استاذ غسان اي عم نسمع. اي تمام. ما بعرف ليش مش عم تلاقيهم لهودي الشخصين لحتى تعمل انفايت. على كل حال الشباب والصبايا ناطرين استاذ غسان. رح ناخذها اتصال على اللايف دغري. استاذ غسان بحسب نظرتك للامور وبحسب استقصائياتك اللي عملتها والمعلومات اللي بدنا نحكي عنها بعد شوي، هل بتعتبر هيدا العمل هو فتنه او تحضير لفتنه او مجرد حادثه عابره تم استغلالها؟ لا انا بتقديري اللي صار هو تفوزيه عند سمير جعجع لاستغلالها ولاستغلال غيره، يعني للبيئه على هيك ولاستغلالها ولا هي حادثه، لانه هي ما في اي معطى بعرف. صعب كثير واحد يصدق انه هذا الشيء سرقه، بس ما في اي معطى عند عند الأجهزة الأمنية يعني بكلها بما في ذلك الجهاز الأمني تبع القوات اللبنانية اللي هو طبعا يعني نزل على الأرض وعمل اتصالاته وعمل يعني تابع تشريح الجدي وعمل كل اللي لازم ينعمل يعني. وكمان هن ما عندهم أي معطى فيهم يورزوا لرأي العام تيقولوا إنه هيدي في طبعا أسئلة كل الناس عم تسألها، إنه بدهم يسألوا السيارة ليش قتلوه، إنه هيدي كلها أسئلة طبعا مشروعة، بس هيدي كلها ما خصها بالمعطى الأمني. يعني أنت بيكون عندك معطى أمني فيك تبني عليه رواية تانية، فاليوم بالمعطى الأمني ما في أي معطى ممكن يقود أو قاد أو بيسمح لحدا يقول أكثر من سرقة يعني الشيء اللي صاير، رغم انه صعب يتصدق وصعب كل هيدا، ولكن بالمعطيات مع الاسف هي هيك القصه يعني. طيب استاذ غسان، امبارح حكيت عن خمس كذبات باحدى المقابلات، خاصه انه هل بتعتبر هيدي الكذبات هي مقصوده ولا عم بيضيعوا مجرى التحقيق؟ لا خليني اقول لك انه اذا نحن بدنا نراقب صح المشهد الفادي ليك حال عطلك لك رقم بس دق لي عليه تاني هيك بياخذ ريحتي بالحكي اكثر. يلا يلا تكي بعطنا رقم تاني، يمكن يا اما الكونكشن ضعيفه عنده يا اما خط مريقه.
يلا تركز غير يا شباب. ايه استاذ سام؟ هلا بلشنا صح. خليني اقول لك اول شيء، نحن عملنا بوقت الانتخابات شغل بجن، وعملنا احلى احلى خطاب. هيدا كان تعبئه كثير عظيمه عملناها سوا، تذكرها عملناها بالباركينج تبع دبي فيلج. صحيح، هيدا النداء انه انسوا حالكم وطلعوا انتخبوا. فأول شيء يعطيك العافية، يعطيك العافية أنك بعدك مكفى بنفس الحماس وبنفس الزخم. يعني بالعادة الناس بيتحمسوا بوقت الانتخابات، بس أنت ما شاء الله عليك كل الوقت. هذه وجباتي. هلا قبل ما تسأل، خليني أحط أنا سياق عام، هيك بهين لك شوي المهمة. أوكي. ليك أكيد سمير جعجع بمرحلة كتير حرجة، لانه فيها تحولات. اول شيء مش سمير جعجع، كل القوى بالبلد هي بلحظه فيها تحولات اقليميه، كله بيكون عتلان هم. سمير جعجع عتلان هم اكثر لانه عرابه وشريكه وحليفه وغيره 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 اللي هو السعودي قرر يعمل مصالحه من جهه مع ايران، ومن جهه ثانيه يقول هو ما فرقاني معه لبنان، ما فرقاني معه سمير جعجع بيطلع له نايب زياده او نايب اقل، خلاص كل هي اللعبه ما فرقاني معه. ما بدي اقول انا انسحاب مالي، بس بدي اقول انكفاء كبير. حكي عنه سمير جعجع باخر مقابله مع وليد عبود لما قال انه حتى حليف ما فيني اوصف حالي بالسعوديه، اليوم السعوديه ما بدها حلفاء بلبنان، انا صديق للسعوديه، وهذا الشيء كان مطلوب منه. يعني هو طلع بالمقابله، هو اللي فتح الحديث مع وليد عبود تيقول انا لست حليف للسعوديه، انا صديق للسعوديه، يعني السعوديه مانعته يعبر عن حاله كحليف. بهي اللحظة اللي فيها هالقد تحولات، المنطقة رايحة على أشياء جديدة، في قلق عند سمير جعجع أكبر من غيره. الفرق بين سمير جعجع وبين غيره إنه غيره مثلا خلطة نقول تيار وطني حر أو مطلق حدا تاني عنده بدي أقول لك هي أنا بشتغل سياسي، أنا بضلني بدبر عناوين جديدة، بقدر أطرح أشياء للرأي العام يتفاعل معي. سمير جعجع ما عنده هذه العناوين، عنده بس عنوان واحد مثل ما قال بالمقابلة مع وليد عبود، فقط العداء للشيعة، فقط المعركة. يعني ما في برنامج اقتصادي، ما في برنامج اجتماعي. أنتوا اليوم بتشوفون في حدا من نوابهم طلع حكي بملف معين، طبعا بوقت الطاقة صاروا كلهم خبراء طاقة وشفنا خبرتهم يعني العظيمة، ولكن ما في واحد منهم يقول أنا عندي ملف، أنا عندي شغل عم بشتغله، أنا عندي شيء بدي روح طوره، بدي روح. عندهم بس المشكل السياسي، هذا الشيء الوحيد اللي هن بيعتاشوا منه. اذا نحن رحنا لتسوية جديده، هذا المشكل السياسي ما بيعود له عازي، يعني ما بيعود له وجود. هذا الشيء مرحله مؤقت، اليوم في خلاف بالبلد مين بده يجي رئيس ومين ومين، بس اذا رحنا على اتفاق هذا كله ما عاد موجود. فهون ازمه سمير جعجع، انه انا بعد شهر بعد شهرين شو بدي اشتغل، شو بدي اعمل، شو بدي اخبر الناس اخبار انه انه اذا رجع تم التسوية أقليمية ما بموجبها رجع قلع البلد، أنا شو بدي أعمل؟ أنا ما عندي نايب بيعرف يحكي مشاريع، ما عندي نايب، ما عندي جسم تنظيمي بيعرف يحكي عمل بلدي، بيعرف يحكي عمل مؤسساتي. بيعرفوا أنه هن ضد الحزب وضد الصورة وضد مدري مين وضد مدري مين وضد مدري مين، ما في مع، دائما ضد 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 ضد، ما في مع. فبهي اللحظة اللي سمير جعجع مأزوم، نحن نتوقع كل شيء من سمير جعجع. وسمير جعجع بعده معول انه يكون في حاجه اقليميه لإله، حاجه اقليميه لإله، انه خي تعب الحزب من هي الجهه، تعا اخترع خبريه هون اشغلهم. التوصيف الكثير هين انه اليوم باسرائيل بتل ابيب في تظاهرات تحيط بنتنياهو من جميع الجهات، ببيته، بمقر الحكومه، بمقر مجلس الحرب، كل محلات في تظاهرات باسرائيل. بلبنان المشهد هيدي، بقول لك طيب خي بعملكم هذا النوع من الشغل، بيعجبكم تهتموا فينا، يعني عم بفتش على دور، عم بفتش على شيء. عايش قلق، وهلا مطلق واحد يفكر حاله عايش قلق، ما عارف اذا هو بعد شهرين له وظيفه او ما له وظيفه، عنده شغل او ما عنده شغل. بهي اللحظه هو عايش هذا التوتر، بهي اللحظه صارت هذه الحادثه. لكن نحن ناطرين من سمير جعجع بده يعمل شيء، عم بفتش يعمل شيء. وسمير جعجع ضايع، هو شو هو وين كيف لوين رايح الامور. اجت هذه الحادثه،
بهذه الحادثة قال سمير جعجع هيدا أنا استثمر، هيدا أنا فوت. طيب نحن قبل ما نحكي كيف مات ومين ما مات ومين ما شو، طالما اليوم يعني هذا الفريق يتهم حزب الله بقتله، انه هلا حزب الله بهاللحظة انه هو سمير جعجع ما شايفه بده يكون باله بمطلق منسق اينما كان، انه ليش يعني؟ لانه ما في اي يعني ما في عائد يجوا في إيه، ليش هذا الواحد اليوم بده يروح يعني؟ بس هيك اذا انا هلا بتقلي فادي بتقلي روح جيب لي كبايه مي، بقول لك عطشان، في سؤال ليش شعوري عند كل واحد منا دائما بينسال، انه بتقلي روح لمدري وين، بقول لك ليش، بتقلي اعمل هيك، دائما في سؤال ليش. فانا اليوم اذا بدي اقتل حدا، ليه بدي اقتل حدا؟ ليش اليوم حدا بده يقتل قيادي بالقوات اللبنانيه؟ مش قيادي، مسؤول منطقه بالقوات اللبنانيه، منطقه جبال، مش انه منطقه والله في لها دور امني، في لها دور ما بعرف شو. ليه؟ ما في اي يعني ما في حدا بالسياسي عم بحكي جول انا اليوم بدي اروح اقتل، ليه بدي اقتل؟ يعني ليه بدي اعمل تعبئه؟ ليه بدي اسمح بكل هالهمروج اللي مرقت بهول يومين؟ شو عندي مصلحه فيها؟ وطرف ما بياثر على المعادله لا الاقليميه ولا الداخليه في حال صار تسويه. مين انه بس لحظه هلا بتقلي انه والله ضد سمير جعجع؟ بقول لك ايه يمكن والله كان في 1% ياثر على شيء منيح، انه بس انه في يعني في واحد يجي يقول ايه هذا الشخص معرض للاغتيال لانه اغتياله يمكن يؤثر بالمعادلات الاقليميه او الداخليه، له تاثير. بس انه منسق منطقه لا حدا بده يروح يعني، يعني ما في لهيك بالسياسه بتصير انه ايه ليش انه ايش انه هلا انه هلا كل المنطقه، مش كل منطقه، امريكا وزير خارجيه امريكا كل نص ساعه بيطلع موقف فيما خص الضربه الايرانيه. كل هالكره الارضيه هلا عتلاني هم الضربه الايرانيه، كل الكره الارضيه. روسيا امبارح بوتين عامل اجتماع ساعتين ونص لبحث الضربه الايرانيه على شو اسمه، الولايات المتحده كل نص ساعه بتطلع موقف، بكل هالعشقه في حدا باله بمنسق حزب بقضاء مسيحي خارج خطوط التماس؟ بكون خيفان الضربة ترجع عليه على اساس هو من ازرع اسرائيل. ما بعرف بس انه بال 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 بالمعطى يعني بالمعطى السياسي انه ليش انه ليه بدهم يقتلوا اليوم هلا او ما مطلق واحد انه ايه انا محمس بكره الحزب فيني اقول بدي بس الحزب ليه اليوم ليش بده يقتل منسق مدري وين؟ يعني هون بصير يعني هيدا باول نقاش. صارت هذه الحادثه، سمير جعجع استنفر سمير جعجع. كمان تنرجع بالمعطيات الدقيقه، تذكروا حادثه الكحالي، يوم الكحالي وصلت الام تي في على الكحالي قبل جينيفر، جينيفر اجت من سن الفيل يعني بنته ل ل ل للمغلول الزلمه استشهد، جينيفر من سن الفيل على الكحالي، هوليك من النقاش وصلوا قبلها على الكحالي وركبوا الميكرو وبلشوا هوا لايف. طيب وطلعوا كلهم تحريض وتعبئه، هيدا المشهد ما شفناه اليوم. تنبلش صح، هاي المره سمير جعجع ما عمل التعبئه الشعبيه المعتاده، عمل تعبئه بين اثنين امنيه، عمل تعبئه جو يعني جو هيك قلق بالبلد، ايه شو بده يصير، وين رايحين، خوف منيح نزلته هو اول مره بينزل، عمل جو ذو طابع امني وليس ذو طابع شعبي. هيدي باول لحظه باول لحظه بهديك اللحظه يعني اللي هو كان هون بده يروح يبني عليها. بهاللحظه منذ 17 تشرين في سيبي ثلاثيه اسمها الجيش اللبناني ومخابرات الجيش، بطريركيه المارونيه والقوات اللبنانيه والاحزاب، كان في تناغم بين بعضهم من 17 تشرين، كان في تناغم بين بعضهم، هذا التناغم صار كل الراي العام المسيحي ماشي معهم، لانه يعني بس يكونوا الكنيسه برمزيتها والجيش برمزيته والاحزاب المسيحيه عملوا موجه، حصدنا نتائجها المخيبه بالانتخابات النيابيه الاخيره. طيب هول كانوا جو خلقوه مع بعضهم. اجى امبارح الجيش تيقول مخابرات الجيش بدايه فجر يوم الحادثه الساعه 5 الصبح تيقول لا هول سوريين. روايه سمير جعجع خير صحيحه، هيدي سرقه. لكن هذه السيبي الثلاثيه اول حدا ظهر منها هو الجيش. الساعة 9 الصبح تطلع البطريركية المارونية بتقول بتعطي موقف استيعابي، موقف إذا بدك وطني وليس موقف انفعالي يعني يلبي مطالب سمير جعجع. بقي سمير جعجع لحاله بهذه السيبي، عم بحكي بالتصعيد السياسي. هون تدخل الجيش تيقله أيضا لسمير جعجع، طلع الجيش لعند البطرك تيقله هيدي حادثة سرقة،
هذه المعطيات من أولها لآخرها، هذه حادثة سرقة. كمان بدكم تنتبهوا مين يلي مرة أول خبر إنه هذه السيارة تعرضت لسيارتين قبل مسؤول القوات بجبين؟ الام تي في هي اللي مرقت الخبر أول شيء. صحيح. هذه الخبرية إنه هذه السيارة تعرضت لسيارتين قبل، شو بتعمل؟ بتنسف رواية القوات اللبنانية من أولها لآخرها. طلعت الام تي في، انتبهوا شو عم بحكي. شو السبب استاذ حسام لقلتها الام تي في؟ هل هو بعدم تنسيق بين القوات؟ ابدا، عدم وجود قرار دولي بالتفجير. هذا الشيء بيزيد قلق سمير جعجع. انا عم قلكم اول شيء سمير جعجع قلق، بينزل تيفجر بيطلع الجيش بيقول له ممنوع تفجر، تطلع مخابرات الجيش بتقول له ممنوع تفجر، تطلع الام تي في بتقول له ممنوع تفجر. كيف بتقول الام تي في ممنوع تفجر لما تنقض كل روايته؟ حتى لو فتحت له هوا، حتى لو قلت له طلع احكوا اللي بدكم اياه، بس براس الراي العام طب ما هي السياره تعرضت لسيارتين قبل. مش غسان سعود عم بيقول ويطلعوا القوات يقولوا هذا مدري شو، هذا مدري شو، هذا مدري شو، وطالع على الميادين ومدري ايش. الام تي في هي اللي بعثت الخبر انه هذه السياره توقفت عند سيارتين قبل. طيب الام تي في اللي تبنت انه هول ست سوريين، الام تي في اللي مرقت انه هذا المعبر يسيطر عليه احد الشباب من الطائفه السنيه، لكن غير سمير جعجع كوع، شايف انه السيبي اللي هي بتخليه ياخذ الراي العام المسيحي بالموجه غير موجوده. صحيح. رجع خطوه لورا، رجع خطوه لورا. هلا بالرجعه لورا اللي انا برايي بكره قد ما يصعد راحت الخبريه، خلاص تداعياتها خلصت. ما قادر يعمل راي عام، الراي العام ايه عنده اسئله مشروعه، كيف ماتت الزلمه؟ ليش ماتت الزلمه؟ ما لازم يموت هذا الزلمه، هذه كلها اسئله مشروعه، اسئله خاصه بشغله، خاصه بمدري شو، كل اليوم كل مواطن لبناني عنده روايته، عنده تخيلاته، عنده هو اي وحده وصلوا على الواتساب 20 وحده نقى منهم وحده وهلا بده يبني عليها، كل هذا الشيء مشروع لكل الناس. بالمعطى الامني، المعطى الامني لم يساعد سمير جعجع. المعطى السياسي العام لم يساعد سمير جعجع. لهيك نفست. هلا سمير جعجع بكره ايا كان الخطاب هو خطاب منكفي. هو بطل مثل ما نزل، نزل على الارض سمير جعجع، اوف شو بدنا نعمل؟ خربت الدنيا. ما هيك؟ هذا شيء لم يعد موجود. لا، بيروح حدا بكب انبلي على مركز للحزب القومي بيطلع بيان سمير جعجع انا ضد السلاح. بيستنكر. ايش؟ روح يا عمي روح. ما حدا ما روح. منيح؟ وبالتالي هيدا يناقض الجو اللي كان من يومين. طيب نزلوا على السوريين بدهم يكسروا يعملوا، قالت له امريكا مكسر لك ايديك، طلع بيان اوعى النازحين. ما هيك بنحلها نحن مع النازحين. هول شباب والمعترين اللي راح بعتهم هيدي المره اللي وصلكم الفويس تبعولها انه بكره اجتماع وبدنا نعمل ونسوي بالنازحين، بعد نص ساعه انا بعتذر. صحيح. دقوا الامريكان قالوا له مكسر لك ايديك اذا بتدق بالنازحين. شو هول لبيك النازحين؟ هول نحن حاطينهم من 10 سنين. انقبر دافع عن بقاء وجودهم. مش العكس. وهيك صار، طلع البيان. طيب وبالتالي مطرح ما كان رايح لم يعد رايح. طوع من هنيك. بكره رايح على خطاب انا برايي بيرضي جمهوره، وبيرضي هذا يعني اذا بدك التوتر المسيحي العام، وبيرضي اللي انه خي مش طايقينهم ما بيشبهونا ما بدنا نعيش معهم، هذا مزاج موجود. بكره سمير جعجع بحك لهم بيرضي بيعمل فيهم اللي بدكم اياه، ولكن ما حيستكين، هو بقلق، حيبحث عن شيء لبعد بكره، حيبحث عن شيء لبعد بكره، في شيء متواصل ومستمر، في حدا عايش بقلق لا يضمن مستقبله السياسي، اللي ما بيضمن مستقبله السياسي يا جماعه بيعيش بقلق وبيعيش بخوف، بصير كل وقت نفتش انا شو فيي اعمل. لدى سمير جعجع ما عنده الادوات السياسيه او الادوات التشريعيه او الادوات الخدماتيه اللي تخليه يقول ايه انا بضلني عايش عبر الخدمات، بضلني عايش عبر السياسي، هو بضل عايش عبر التوتر. فهو سيبحث عن مساحات اخرى خلال الايام المقبله والاسابيع الجايه. لهيك مرق هذا القطوع، ولكن في قطوعات غير جاي كمان هو بده يستثمر فيها. يعني أوه. انت برايك استاذ غسان؟ انا برايي الاستثمار بامبارح خلص، بكره بيكون استثمار. يعني ليك شو انت بتجي استثمار، يعني تنحكي
بمنطقة الاستثمار. بيجي أنا طلعت لي أرض بور امبارح ما هيك بدي استثمره، كان في سمير جعجع يعمر بناية من 10 طوابق، بكرة الاستثمار حيكون بيت من طابق واحد، ما قادر يعمل استثمار حقيقي بالشي اللي صار. طيب استاذ غسان، رح ننتقل من هيدي النقطة لحتى نفوت هيك شوي بالإقليم. هل بتعتبر استاذ غسان تسويبا؟ نعم هيدي ما فينا نفوت بالإقليم بعد، فيني إلا خبرية وحدة بدي أرجع لأنه عايب أنا مع الناس. طيب. نرجع نعمل قاعدة طويلة. طيب. ساعتين ثلاثة مع كاميرا تكون معلمني كيف بدي أطلع كاميرا. طيب. خليني أنا أقول لك شيء، نحن بعشية أيام صعبة، نحن أمام شبح حقيقي لحرب كبيرة. نحن اللي كنا مفترضين فينا نعمل ردع، فينا نهرب منه عبر وسائل الردع اللي استخدمت، لا، نحن أمامنا أيام صعبة. أنا ولا مرة كنت بومي. أنا هلأ بقول لك لازم واحد ينتبه، لازم واحد، نحن بمرحلة صعبة، نحن بمرحلة دقيقة كتير، نحن بمرحلة كله جاهز للتسوي إلا إسرائيلي مجنون على الآخر، ما عنده أبدا يكون هو ربح شيء، فهو مضطر يوسع ويجن أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. لهيك بالمرحلة الأقليمية الأفريقاء جاهزين للتسوي، كله بده تسوي، الإيراني والسعودي والإماراتي والسوري والأمريكي، كله بده، الأوروبي كله بده تسوي، كله بده يروق المنطقة إلا نتنياهو الإسرائيلي. نتنياهو نحن شفنا بأداء حزب الله بتعامله مع كل الضربات، شفنا بتأخير الرد الإيراني، كله عم بيقول تعالوا نعمل تسوي، كله عم بيقول تعالوا نعمل تسوي، الإسرائيلي ما بده تسوي. لهيك نحن ما فينا نكون مطمئنين، نحن عايشين أيام قلقة. أي شكل، يعني أي شكل من أشكال الضربات أو المواجهات حتكون مختلفة عن كل ما شاهدناه سابقا، كل اللي يعني مرق علينا ما بيشبه الشيء اللي ممكن نتنياهو يعمله في حال تواصل جنونه وفي حال فشلت الولايات المتحدة بردعه بشكل جدي. بالمشهد الإقليمي، المشهد الإقليمي نحن جاهزين للتسوية، التسوية تريح لبنان، التسوية بتفتح لنا آفاق جديدة، بتريحنا لعشرين ثلاثين سنة جايين، خلينا نرجع ناخد نفس في هذه التسوية. حتما سيكون الدار الوطني للحر شريك، حتما سيكون جبران باسيل شريك، ولكن للوصول إلى هذه التسوية إن شاء الله نقدر نوصلها عروة، إن شاء الله نقدر نوصلها دون ما نمرق بحمام دم، إن شاء الله نمرق نصلى بلا ما نمرق بحرب. هيدا هلأ بده يكون تطلعنا، هيدا بده يكون، بس هيدا قراره منه عنا. القرار عنا كان ردع محدود، إيصال رسائل وليس حرب شاملة. هيدا كان الأداء من 6 شهور لليوم، هيدا الشيء لم يكفي مع إسرائيل، واضح أنه هو بده يروح لأشياء أكتر وأكتر وأكتر. يوم المنطقة ما تستخفوا مش ما تستخفوا، ما تستخفوا بالقلق الأمريكي، مش بقلقي أنا، بالقلق الأمريكي اللي عم بيعبر عنه وزير الخارجية كل نص ساعة، بالقلق الروسي. المنطقة أمام أيام صعبة، هذه الأيام الصعبة فيها تنعكس علينا كتير بصعوبة، بكل حالات بعدها فيكون اتفاق، بعدها فيكون تسوي، إن شاء الله نقدر نروح للتسوي دون المرور بهذا كله. طيب خي غسان، من بعد حلقتك على الميادين من مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عبر مناصري القوات اللبنانية، وهلأ عندي على الصفحة يعني نزلت الكومنتس عليك انه عم يتمنوا موتك بعيد الشر عن قلبك وعن قلب عائلتك وعم بيهددوا، يعني هل انت عم تاخد احتياطات او ما منه فرقاني معك او بتعتبر هيدا بعبعة؟ لا فضل معلي، انا اكيد ما باخذ يعني لا احتياطات ولا شيء من هذا كله، ويعطيهم العافية الشباب، وانا كل ما شفتهم شو بيقولوا كل ما جن خصمك فرح له في شيء هيك شيء مثلا انت بتعرفهم لهلا يعني كل ما شرقت خصمك فرح له. هلا انا بدي اقول لهم انه بس لما يعملوا كومنت او ريتويت على تويتر يعملوا كوت ريتويت، لانه هيك بيشوفوها الناس اكثر، يخدموني مش بس يعني سبوني من فوق بس يعملوا كوت ريتويت، لأنه ريتويت بيشوفوها بس الأصدقاء المشتركين أنا وياهم، بس يعملوا كوت ريتويت بيشوفوها كل الناس، فيكتروا يسبوني يعني يعملوا كوت ريتويت مع مسبي هيك تنشاف أكتر عند بيوصل فكرتي لناس أكتر.
وليك فادي انا من زمان كتير يعني، انا من 10 سنين تقريبا، كل هيدي المسبات والهيصات والشو اسمه ما بشوفه يعني، حرام. هني بيكونوا عم يكتبوا، بيكون انا عندي صبيتين بيشتغلوا معي بيكونوا عم يعملوا ديليت وبلوك بلا ما اشوفهم يعني، حرام. ايام يبقى واحد كاتب له شي نص ساعه قاعد يفكر بالجمله وما تارك نوع مسبه مدحشهم ببعضهم يعني، فوتهم للاشياء تطلع مسبه حلوه بتشبهه، بتجي البنت بتعمل لها ديليت، بتعمل له بلوك بنص ثاني. فهيدا الجهد كله اللي بيعملوه لا بشوفه ولا بيأثر ولا له عزي. الله يحميك يا فيلسوف. خلينا ما بنفهم يعني، عندهم ام تي في وال بي سي وجديد، نحن عندنا هالحساب على تويتر وعندنا فادي بيبو غيرانين وجاني جنونه. طيب ليك حبيبي غسان، قبل ما تسكر بس سؤال هيك شوي حشري، هل تعتبر مسار الامور بين تيار الوطن الحر والمقاومه الى مزيد من التحسن؟ هيك فيهم يتخانقوا وفيهم يبعدوا عن بعضهم وفيهم يطلوا وفيهم مدري ايش، هيدا كله تكتيك استراتيجيه هني مع بعضهم يعني. بعد ما حقول لك يعني ما حفوت، بس انه بعد سنه سنتين ثلاثه اربعه عشره التيار والحزب مع بعضهم، انه هلا بالتكتيك الحزب بده مئاتي منيح، بده رئيس حكومي بين اثنين يعطي غطاء شرعي لهذا الشيء اللي هلا عم بيصير. طيب هذا تكتيك، بس الحزب فيه انا بدي ابني شيء لعشرين سنه جايين مع مئاتي، بده يبني شيء ما جبران بيصير. هلا بلا ما فوت بالشخصيات، بس انه بعد 5 سنين في جبران بيصير، في كثير ناس غير موجودين يعني بالسياسي، وبالتالي هذا كله تكتيك الاستراتيجية اللي جايين يعادوا سوا. منيح هلا يتسلوا يعني، اللي حتى وانا بدي اقول لك لا يعني، العونيين تعبانين من الحزب والحزب تعبان من العونيين، وواضح في بعض مجموعة محدودة من الاثنين يعني 30 40 واحد هون 30 40 واحد هونيك عم بيفشوا خلقهم، فادي ابو ديا وري وتشي والشباب بيفشوا ببعضهم يعني، وبتقطع مش انه بعدين ما عندهم خيارين اثنيناتهم يعني، لا هذا عنده خيارات ولا هذاك عنده خيارات، بعدين رجعين رايحين يتفهموا سوا، عندهم خيارات تكتيكيه يعني. هلا مش انه التيار عنده خيارات تكتيكيه والحزب عنده خيارات تكتيكيه، عم نشوفها كل يوم احنا هلا بالارض يعني بارض الواقع، بس انه هيدي خيارات تكتيكيه مش شيء استراتيجي، في فرق بين الاستراتيجيه والتكتيك. هي بتقطع بعدين رايحين يرجعوا يتفقوا سوا. تصبحوا على خير وبنعمل قعده لايف. يلا ان الله راد، بهاليومين عملنا قعده مطوله حبيب القلب. ميرسي خي غسان، انتبه على حالك حبيبي القلب. ميرسي لكم شباب وصبايا لانه تحملتوا وبيتوا معنا كل هالوقت، اسم الله عليكم كتار، وبدنا نرجع هيدي الايام لحتى نضلنا هيدا الصوت يضلوا واصل لكل الناس، لحتى نقدر قد ما فينا نوعي هالشباب والصبايا هالجنراسيون الجديده لحتى ما تفوت باجواء الفتنه، لانه كلنا سوا دقنا ويلات الحرب، وكلنا سوا دقنا ويلات ونتائج ومفاعيل القرارات والمخططات والمؤامرات المشبوهة والرهانات الفاشلة يلي بلشت من 75 اللي تفاقمت بال 85 وبال 89 وبال 90 ومن 92 وطلوعه ب 17/20/2019 ولغاية هذا التاريخ. على كل حال مثل ما قال خينا غسان بالآخر، ما في عندهم خيار إلا يرجعوا يقعدوا مع بعضهم، مشان هيك خلوا اللحمة مكتملة وخلوا القواعد تضلها منيحة مع بعضها، لأنه بالآخر ما قلنا غير بعضنا، وبالآخر ما قلنا غير أنه التكتيك لحتى نخلص من هالمنظومة. هلأ عم يستغلوه لأنجيب مئاتي، بيستغلوه ما بس تنحرق ورقته بينزد، بيصير مثل ورق تشرين بغر، مش مشكلة بتنفتح ملفاته وبيطلع له مذكرات توقيف بأوروبا، ونبيه بري بس تخلص وراقه كمان تنحل الخبرية، ما تعتلو هم، على أمل التسوية يلي بكره رح نحكي فيها بشكل موسع. التسوية بين الامريكان والايرانيه صارت مستويه، وهيدا اللي مجننه لنتنياهو، وهيدا اللي مجنن حجار الضامه اللي عنده بلبنان، مشان هيك بتلاقوا تناغم. بس تعرفوا عند العدو الاسرائيلي ما بيطلعوا راي كبار، بيطلعوا راي صغار مثل ايدي كوهان ومثل ادرعي، يطلعوا يهوشولن شوي على التويتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ميرسي لكم مجددا، ميرسي لخينا غسان سعود، يعطيه الف عافيه والله يحميه والله يحميكم، وان الله رد نتلاقى بكره الساعه 9:30 بتوقيت الجبل مجددا. تصبحوا على الف خير.